أكد كل من معالي رئيس مجلس النواب ومعالي رئيس مجلس الشورى أن مملكة البحرين ستستقبل أكثر من 1700 شخصية برلمانية من أكثر من 143 دولة، وذلك للمشاركة في أعمال الجمعية 46 بعد 100 للاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات المصاحبة بمشاركة رؤساء وممثلي البرلمانات والمنظمات والاتحادات البرلمانية. وأعلن رئيس مجلس النواب والشورى خلال زيارة تفقدية لهما إلى مركز البحرين العالمي للمعارض اكتمال كافة الاستعدادات والتجهيزات لاستقبال الوفود البرلمانية، مشيرين إلى أن نحو 60 رئيس برلمان سيتواجدون في مملكة البحرين للمشاركة في أكبر تجمع برلماني دولي. استعدادا لاستضافة نحو 60 وفدا لرؤساء البرلمانات حول العالم للمشاركة في أكبر تجمع برلماني دولي تستضيفه مملكة البحرين، تفقد رئيس مجلسي الشورى والنواب موقع استضافة اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي، وأشاد بالجهود الحثيثة المبذولة التي تعكس الوجه الحضاري وشواهد البارزة للنهضة الديمقراطية والتنموية الشاملة التي تعيشها مملكة البحرين. شوف، احنا بدأنا في الواقع من مارس العام الماضي عندما بدنا رغبتنا في استضافة الاجتماع، والأخوان في البرلمان الدولي زارونا في شهر جون أو جولاي العام الماضي حتى يشوفوا إمكانياتنا، وفي شهر سبتمبر من العام الماضي تم إقرار موافقة على استضافة البحرين لهذا الاجتماع. سبق الموافقة هو زيارة ميدانية من فريق البرلمان الدولي للتأكد من جاهزية البنية التحتية، الفنادق، الإمكانيات، السيارات، المواصلات للمطار. طبعا الزيارة اليوم الهدف منها التأكد من الأمور تسير على 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 ما يرام. يعني الرئيسين هم أصحاب الدعوة من بعد جلالة الملك الله يحفظه، ومن واجبهم يتأكدون بأن ضيوفهم، ضيوف البحرين اللي هو حوالي أكثر من 60 رئيس مجلس تشريعي في العالم، يمكن حوالي 1700 عضو برلمان ومرافق من العالم راح يكونوا متواجدين، فيبون يتأكدون من أن كل الترتيبات تتم على أكمل وجه. جهود كبيرة بذلتها اللجنة الوطنية المنظمة لاجتماعات الجمعية 46 بعد 100 للاتحاد البرلماني الدولي، حظيت بدعم ومساعدة كبيرة من قبل معالي رئيسي الشورى والنواب لتتمكن من مواصلة العمل وضمان نجاح انعقاد اجتماعات الاتحاد في مملكة البحرين. طبعا مؤتمر البرلمان الدولي تم التحضير له منذ عام تقريبا، منذ تقدم الشعب البرلماني في مملكة البحرين للاستضافة، وبعد ذلك تم تجهيز هذه الأمور من خلال التعاون مع البرلمان الدولي وإرسال وفد من البرلمان الدولي منذ عام تقريبا لزيارة مملكة البحرين والتأكد على أن مملكة البحرين تستطيع استضافة مثل هذا الحدث، ولله الحمد كان تقريرهم أن البحرين يعني من الدول اللي تستطيع وبقوة من استقبال هذا الحدث العالمي. طبعا بعد ذلك بدينا بتشكيل لجنة وطنية برئاسة سعادة العضو جمال فخرو، وتم العمل على وضع ترتيبات اللوجستية والإعلامية والأمنية كلها مع التنسيق مع وزارات الدولة المختصة في استقبال مثل هذا الحدث. الأمانة العامة للاتحاد البرلماني الدولي وضعت برنامجا متكاملا للاجتماعات والموضوعات المطروحة للنقاش خلال انعقاد الجمعية العامة، والتي ستتمحور حول تعزيز التعايش السلمي، لتكون استضافة مملكة البحرين لهذه الاجتماعات محطة بارزة في تاريخ العمل البرلماني المحلي والدولي. هنا على أرض البحرين استعدادات كبيرة، لبنة تلو الأخرى، تواصل وتنسيق مستمر استعدادا لاستضافة الحدث البرلماني الأكبر في العالم، اجتماعات الجمعية 46 بعد 100 للاتحاد البرلماني الدولي، تأكيدا على ما حققته مملكة البحرين من مكانة مرموقة في هذا المجال. يحيى العمري لمركز الأخبار، تلفزيون البحرين.